طبعا بنشكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارجة، وكمان الموضوع جلسة رمضانية بتناقش ظاهرة التعصب. ظاهرة التعصب يعني أصبحت ظاهرة بتمثل شيء مستمر للاعبين والاحتراف، عشان كده مناقشتها والتصدي ليها وتحليلها والتعرف على أسس العلاج منها المستمر شيء مهم جدا ان احنا ندرسه ونتكلم فيه ونقوله، لان كلما زاد الاحتراف كلما زادت القيم الاقتصادية في المنظومة، بيتأثر او تتأثر المنظومة لاعب مدرب حكم نادي جماهير اعلام، دي كلها عناصر اللي لازم يكون في نظرة شاملة ليها، وازاي ان احنا نعمل توعية وازاي ان احنا نعمل تدريب وازاي ان احنا نبني لوائح تحكم الإخلال لظاهرة التعصب.